يقول السائل: أنا أسكن في بلد عربي وبالقرب مني مسجد إمامه ساحر مشعوذ، فهل أصلي في هذا المسجد مع العلم أن هذا المسجد الأقرب لبيتي؟ ما تصلي وراء الساحر والمشعوذ والكاهن، لأن هذا فاسد العقيدة، ولا تصح صلاته ولا صلاة من خلفه. اشترط في الإمام أن يكون موحدا، أن يكون على التوحيد والعقيدة الصحيحة، أما إذا كانت عقيدته فاسدة يستعمل السحر، يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، فهذا يذبح لغير الله، فهذا لا تصح صلاته ولا تصح صلاة من خلفه حتى يتوب إلى الله عز وجل، فلا تصلي خلفه. التمس إماما على التوحيد، على العقيدة الصحيحة.